بسم الله الرحمن الرحيم. مودي أور كينج أوف جيمز. معنا اليوم لعبة باوند. أعرف اختفيت المرة الثانية، وسبق أني قلت في الفيديو الماضي قبل شهر أن في غوطات وأشياء كثيرة قاعدة تصير، أعتذر على هالشيء. عموما ما أبي أتكلم عني، أبي أتكلم عن لعبة باوند اللي أعجبتني وأثارت فضولي جدا لهاللعبة. ولا تنسون لايك وسبسكرايب إذا كنت جديد، أتمنى أنك تشترك. فيعطيك العافية لأنك الحين خشيت الفيديو وقاعد تطالع هالفيديو. أنا معي اليوم لعبة ممتازة جدا، هي لعبة باوند. لعبة باوند طبعا من تطوير واستديوهات سانتا مونيكا ستوديو، وسبق أعتقد أنها طورت ألعاب ثانية. تتحفنا بهاللعبة الممتازة جدا اللي صراحة عجزت جدا أني أعبر عنها أو أوصل لك الفكرة يعني منها بالضبط. لعبة طبعا أول ما تشوفها أو أول ما تخشها، الأغلبية لعبة ديمو، أول ما تخشها تشبه لعبة جيرني. فيلا خلينا نبدأ. Let's play. زي ما انتم شايفين على ما اعتقد ان اللعبة 60 اطار فريم بالثانية. حسب علمي انا ماني متأكد بالضبط. اللعبة جدا شدتني، يعني خلتني ابي اعرف وش اللي بيصير في هاللعبة. النسخة هذه اللي حاليا انا قاعد العبها هي نسخة الديمو، موجودة ايضا يمديك تجربها. فيديو ممكن يرفع متأخر بسبب ضيق الوقت وزي كذا بالنسبة لي طبعا. Let's play. Thank you.